بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة عن البنات. البنات في سن 5 و10 و15 و20 محتاجة حضن، محتاجة طبطبة، محتاجة احتواء، محتاجة كلمة حلوة. طبيعة المرأة يا جماعة، ادوا بناتكم العاطفة في البيت بدل ما البنات يدوروا عليها بره البيت. البنت عبارة عن، عارف لما تقول ان كم العواطف في حياتنا مثلا 100 يونت 100 وحدة، فلو الراجل عنده 100 وحدة فالبنت عندها 1000 وحدة، والبنت في سن 15 و17 و10 و10 و9 و8 كل الأعمار دي 1500 و2000 وحدة. الوحدات اليونتس دي بتاعت العاطفة لازم تخرج، لازم تستوعب. لو انت ما استوعبتهاش كأب كأخ هتروح فين؟ للأسف ممكن يلتقطها حد بره ويوديها في سكة مش صحيحة. عايزين نستوعب بناتنا، البنات الصغيرة مساكين محتاجة عاطفة. احكي لكم قصة لطيفة جدا ومؤثرة جدا. هو كان أب مش فاضي لبنته خالص، ما عندوش وقت خالص، هو بيشتغل من الصبح بالليل، فبيشتغل الصبح بالليل، لما بيصحى الصبح بتكون هي راحت المدرسة، ولما بيرجع بالليل بتكون هي نامت، وهو بيجيش الظهر في للبيت، وفي الويك اند يا إما مع أصحابه برا يا إما بيشتغل يا إما قاعد مع أصحابه فين يا إما. البنت ما عادتش بتشوف أبوها، البنت مفتقدة كلمة بابا. اوعى تفتكر ان الفلوس اللي انت بتديها هي المطلوبة، لا 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 لا، ولادك محتاجين حاجة تانية غير الفلوس، ولادك محتاجينك انت. الفلوس مهمة بس العاطفة اهم. القصة اللي بتحكيها ام بتقول بنتي اسمها منى، منى باباها مش فاضي خالص، ما عندوش وقت ليها خالص، بدأت ألح عليه، بنتك ما عادتش لقياك، مش كفاية انك تدي بنتك فلوس، بنتك محتاجاك انت. كلمة حلوة أهم عندها من فلوس كتيرة تديها لها، وهو الأب يقول لها أنا مش فاضلها، أنا مش فاضلها، أنا مش فاضلكم، مش كفاية أن أنا بتعب وبشقى، هو مطلوب حاجة تانية غير أن أنت بتتعب وتشقى. لكن قدام إلحاح الأم المتزايد اضطر الأب يعني تحت الضغط أن هو ياخد منى من إيدها يوم الأجازة ويقول لها إيه تعالي معايا نروح نقعد على كافيه تشوفي عايزة تشربي إيه، يعني كده إيه بيخلص الوقت وخلاص يعني. فخد البنت وأما قعدها جنبه على الكرسي، ها يا حبيبتي تطلبي إيه؟ قالت له مش عارف أطلب كذا، قام جايب لها اللي هي عايزاه وعايز يخلص يعني، قام جايب لها اللي هي عايزاه وقعدها، وهو قاعد بقى على اللابتوب عمال يشتغل. فهو بيشتغل، طب أنت جبتها ليه؟ فالبنت عمالة تبص له وهو بيشتغل، عمالة تبص له، فهو حس يعني ان هو زودها شويه، فحب يعني يجاملها، فقام قال لها على فكره يا منى انا بحبك قوي، انت غاليه عليا قوي يعني، بس يعني. فقامت ماسكه ايده قالت له كمان يا بابا كمان. قال لها كمان ايه يا حبيبتي؟ عايزه تشربي حاجه تانية؟ قالت لا كمان من اللي انت قلته، قولي كمان يا بابا. فهو اتخض، فبدا يستجمع نفسه ان دي بنته، فقال لها انا بحبك جدا، انت حته مني. قالت له بجد يا بابا؟ يا جماعه والله والله الواحد قلبه بيتقطع على بنات، واحنا رجال سايبين بناتنا مش مدينهم العواطف دي. قالت له بجد يا بابا؟ قال لها طبعا بجد. قام ماسك ايدها ومطبطب عليها، قامت قايله له تاني كمان يا بابا كمان. فالراجل لقى نفسه بيطلع عواطف ما قالهاش من 5 سنين، وبدا يقول لها ده انت غاليه، ده انت حبيبتي، وقام سايب اللابتوب وحس بالعاطفة لأول مرة، حس بنته محتاجة إيه وهو كمان محتاج إيه. خدها وحضنها، روحت البنت طايرة من الفرحة، يا ماما يا ماما أنا عايز أخرج مع بابا كتير. قالت لها جابلك حاجات بتحبيها؟ قالت له لا. قالت لها لا يا ماما ما جابليش حاجات أكلها، إنما قال لي كلام بحب أسمعه من بابا، كمان يا بابا كمان، بجد يا بابا. أنا بهدي الكلام ده لكل أب، بهدي الكلام ده إن بناتنا محتاجين يسمعوا بحبك، محتاجين يحسوا بطبطبة. فعلاً البنات بناتنا، والله يا جماعة النبي لما قال من كانت عنده 3 بنات فيكرمهن ويعلمهن ويرحمهن إلا كانت له الجنة. قالوا إن كانت بنتتان يا رسول الله؟ قال وإن كان بنتتان. فأم أيم واحد وقال له ولو كانت بنت واحدة يا رسول الله؟ قال وإن كانت بنت واحدة. خلي بالكم من بناتكم، بسمة أمل لكل أب يرحم بنته ويديها عاطفة ويطبطب عليها ويقول لها بحبك عشان تقول له كمان يا بابا كمان. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.